ولذلك قال السلف كلمة عظيمة، قالوا انكسار العاصي خير من صولة المطيع، انكسار العاصي خير من صولة المطيع. يعني الإنسان إذا جلس وقام الليل وقرأ قرآن وتصدق فتعجب نفسه، يحس بصولة وفخر. ورجل يصدر منه ذنب ومعاصي فينكسر بين يدي الله عز وجل ويحدث توبة وإنابة وندم، فيحصل له من الخير بعد الذنب أحسن من الخير الذي كان عليه قبل الذنب. وهنا فائدة تتعلق بالذنوب والمعاصي، طالما يحصل منك ندم وتكرار للتوبة فإن شاء الله أنك أنت على خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: الندم توبة، الندم توبة. وهنا ننبه عن مسألة، وهذا الكلام لنا جميعا يا جماعة، إذا لبس علينا الشيطان وقعنا في ذنب أيا كان، ذنب صغيرا أو كبيرا، غلبنا الشيطان في فعل الذنب، لا يغلبنا في التوبة والإنابة والندم والاستغفار، لا يهزمك الشيطان مرتين، هزمك بفعل الذنب فلا يهزمك فيش في التوبة والإنابة والاستغفار. حتى لو غلب على ظنك أنك سوف تعود على، حتى لو غلب على ظنك. ولذلك جاء في بعض الآثار أن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فلا تنقطع عن التوبة والندم والاستغفار. وأعظم العقوبة ليست الأخروية، أعظم العقوبة أن يموت قلبك، هذه أعظم عقوبة لك. وتكلم عليها ابن القيم كلام جميل في بعض مؤلفاته، إذا مات القلب مع تشعر بندم ويصبح عندك الأمر سيان فهذه والله من أعظم العقوبات. نعم.